Jamais. مهدي جمعة أنا إنسان نحترمه كثيرا خاطر اشتغلنا معاه وشفته في الخدمة نتاعو، إنسان عنده مقدرة كافية باش يملى كرسي ويقوم بالشيء اللي احنا ننتظروه في تونس. قبل كل شيء لازم نقولوا اللي الوضعية اللي فيها تونس بور ديفيرونت ريزون ماهيش سهلة، معناها يفا افوار عنده مسؤولية اللي هي مسؤولية ماهيش سهلة، ماهيش سهلة بالكل. انا اللي نتمناه هو انه وهذه ممكن معناها خلينا نقولوا سيت اون غراند شانس لتونس اللي الحكومه جاء ما عندهاش عينيها تغزر الانتخابات. تقول عليه خاطر مع الاسف الحكومات اللي جاونا الكل وهذا شيء مفهوم، ناس سياسيين عندهم انتخابات يلزمهم عندهم حسابات معناها ما نجموش نلوموا عليهم خاطر كل واحد عنده الحسابات نتاعو كما في بلدان العالم الكامل. سي مهدي جمعة مش يجي انا نقول كانه شرودر في المانيا، منذ 15 سنة جاء قال انا مش باش نتقدم للانتخابات، بلادي عندها وضعية صعيبة يلزم الوضعية هذه نعالجوها، مش نقول الحقيقة نتاع الوضعية نتاعنا للشعب الالماني. انا معناها نتمنى ونتخيل معناها سي مهدي مش يقوم به، نقولوا الحقيقه نتاع الناس يعني نصارحوا هاول اذا كان حقيقه الوضع معناها الاقتصادي والاجتماعي وهاو شنو اللي مطلوب منا اذا كان نحبوا بعد 5 سنوات ولا 10 سنوات تونس توصل لمستوى معين. شنو يلزمنا معناها الكلنا كل الفئات نتاع الشعب التونسي شنو يلزمها تعمل وشنو يلزمها تستثمر وشنو يلزمها كل واحد ينحي من 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 الاشياء اللي ممكن اليوم عنده ممكن مش يتنحاولوا باش صغار نهار اخر يعيشوا في احسن ظروف في البلاد هذه. سي ان اكزرسيس ديفيسيل، اما انا نتمنى ونتخيل اللي سي مهدي جمعه فالو فير خاطر هذا هو التوانسه فاش يستناه، خاطر اذا كان مش نقعدوا كل مره وعود واشياء نوخروا فيهم ما نجموش نعملوهم ما احناش باش نجمو نقدم. يعني اولا مصارحه الشعب بالوضع الاقتصادي والاجتماعي معناها ما يلزمش. نعرف مش تقول لي ما هو مش يقعد 6 شهور 8 شهور ما عندوش وقت، سي با غراف، عمرنا قلنا احنا ما قلناش اللي سي مهدي جمعه مش يعمل كل شيء في 6 8 شهور، معروف هذا حكومه مش تبني مش تتخطط مش تعطي اون فوي دو روت للمستقبل اللي بالوفاق معناها بيسير بالوفاق نتاع الشعب التونسي، اما هذيك مش تحضر الارضيه للحكومه اللي مش تجي واللي مش تكون منتخبه ومش تكمل الخدمه نتاع سي مهدي جمعه والحكومه نتاعها. هذا نتمناه احنا شنو اللي حاجتنا جوستمون باش نختموا بها النقطه هذه. سي طارق شريف عجب اي الوقت وفي عندنا نص ساعه واحنا نحكي احنا حابه تقول لي بالنسبه ليك شنو هي اولويه الحكومه اليوم؟ عندنا المصارحه مصارحة الشعب، وشنو هو يعني أول حاجة أول ملف سيد مهدي جمعة حسب رأيك أنت يلزمك بيه؟ والله أول حاجة يلزم التوانسة نصارحوهم بالوضعية ويقولوا لهم يلزمنا نخدمه ويلزمنا نخدمه ويلزمنا نخدمه ونعطيه لا فالور ترافاي كيما يلزم. ما فما حتى بلاد في العالم نقولها ومتحقق من كلامي، حتى بلاد في العالم إذا كان ما نعطيهوش قيمة العمل كيما يلزم وما نكونوش عندنا معناها قيمة متاع انتاجية productivity très élevé on a aucune chance de s'en sortir aucune. نعرف c'est la voie difficile mais c'est la seule voie passante. ما فما حتى ثنية أخرى تجم توصل تونس باش تخرج من الأشياء اللي هي فيها اليوم من الوضعية اللي فيها اليوم خلاف الخدمة وترجيع قيمة الخدمة ونسيب المؤسسات نسيب الطاقات نحب في الجهات نعطيه كل امكانيات لهك الشباب. انا البارح في قروات مع البنك نتاع التمويل المؤسسات المتوسطه والصغرى البي اف بي ام كون فوي سي جون يحبوا يخدموا ما عندهمش امكانيات معناها عندهم دي زيدي مي نو با لا بوسيبيليتي. اذا كان في كل منطقه ولا في كل ريجون ما نقولش في كل منطقه نعطيه معناها لي مويان لي سيكار لي فون دانفستيسمون ونعطيهم سورتو بور الي فير دي بروجي دانفستيسمون. نرجعوا للاستثمار الكلام اللي قلته لك على الاول نشجعوا الشباب على الاستثمار. اي انا البنوك نتاع تونس اليوم عندها مشاكل ماليه نعرف وهذا سي تان سكري دو بوليشينيل الناس الكل يعرفوه،
الرسم لا نتاع البنوك، اما رسم لا نتاع البنوك من بعد نحط دي راسيو. لي راسيو شنو هو؟ ما نعطيش الفلوس لل معناها لل pour la consommation، ما نعطيش الكونسوم، نعطيه خاصة للاستثمار. الكونسوماسيون نعطيها الراسيو، مي سو راسيو نو دوا با اتر ان غران راسيو كي سو في او ديتريمون دو لانفستيسمون. هذا أهم شيء. إذا كان نحبوا لي موتور دو كروسونس نتاع تونس يعاودوا يخدموا الكل، عندنا الانفستيسمون، عندنا ليكسبورتاسيون، مي بيان سور لا كونسوماسيون لوكال. ما يلزمش لا كونسوماسيون لوكال سو في او ديتريمون دو لانفستيسمون.